مستمرون معكم مشاهدينا في ساعتنا الأولى والتي نخصصها لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أبوظبي تحديدا. هذه الجولة جولة ولي العهد الخليجية عكست حرص المملكة على التواصل مع دول مجلس التعاون بما يحقق مصلحة شعوبها والبناء على ما أنجز سابقا من مكتسبات في كافة المجالات. متابعة جولة ولي العهد الخليجية تحمل بين محطاتها رسائل الأخوة والمصير المشترك. مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أكد حرص المملكة على التواصل مع دول مجلس التعاون لتعزيز الروابط الأخوية بما يحقق مصلحة الشعوب ويخدم آمالهم وتطلعاتهم ويعمق التنسيق والتكامل في شتى المجالات. وتمثل العلاقات السعودية الإماراتية على وجه الخصوص نموذجاً فريداً في التعاون بدعم من قيادتي البلدين وروابط شعبيهما، وكذلك صيغة للتحالف الاستراتيجي تنعكس على أمن واستقرار المنطقة. فمن التنسيق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك إلى التعاون العسكري والأمني، تعمل الرياض وأبوظبي معاً على مواجهة التحديات ودعم الأشقاء ومكافحة الإرهاب. والشراكة بين الدولتين قوية ومستمرة لما فيه خيرهما وخير مجلس التعاون والمنطقة بأكملها. كما تتجه علاقات الرياض أبوظبي لتحقيق نموذج تكامل خليجي وعربي استثنائي، حيث توجه إنشاء مجلس التنسيق عام 2016 لتتسارع خطواته بمشاريع مشتركة ومتابعة حثيثة للإنجازات والتحديات والحلول المقترحة في المجالات كافة التي تهم مواطني الدولتين من خلال خلوة العزم واستراتيجية العزم التي أنتجتها كصيغة لشراكة قوية وممتدة. زيارة ولي العهد لدولة الإمارات تواصل متجدد على مسار التنسيق الدائم والعلاقات الوثيقة وتوحيد الرؤى بين الدولتين بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. وعن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي مشاهدينا، المنصة لتفعيل العلاقات الثنائية ونقلها إلى أفاق أرحب، نتابع أبرز مراحل ومنجزات هذا المجلس.
على صعيد العلاقات الاقتصادية، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات قرابة 79 مليار ريال سعودي، حيث تأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية. بلغت صادرات المملكة إلى الإمارات أكثر من 44 مليار ريال، بينما تجاوزت الواردات 34 مليار ريال، لتأتي بذلك دولة الإمارات في المرتبة الخامسة ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها السعودية، وذلك خلال العام 2020. النقاش ينضم إلينا من جدة عبر سكايب الكاتب والباحث الاقتصادي الأستاذ علي الحازمي. أستاذ علي، حجم اقتصاد الدولتين السعودية والإمارات العربية المتحدة عربيا ودوليا؟ حجم كبير، تقريبا يمثل الأمارات والمملكة العربية السعودية تقريبا 45% من حجم التجارة العربية، ويمثلون تقريبا قرابة 5% من التجارة العالمية. اقتصاد المملكة من حيث الناتج المحلي والأمارات من حيث أيضا الناتج المحلي يصل إلى تقريبا 1.1 تريليون دولار. دولتان لهم ثقل اقتصادي كبير، يمتلكان صندوقان سياديان كبيران يتربعان على أقوى 10 صناديق على مستوى العالم. حجم التبادل التجاري بين المملكة والأمارات من يتتبعها تاريخيا يلاحظ بأنها في ازدياد عام بعد عام، وصلنا اليوم إلى مستويات 88 مليار ريال من حيث حجم التجارة البينية بين المملكة باستثناء العام 2020 وهو عام استثنائي. وعلى الرغم من هذا العام إلا كانت هناك الأرقام جيدة. أيضا نلاحظ بأن المملكة والأمارات لاعبان كبيران في منظمة أوبك، ويرسمون السياسات الطاقة على مستوى العالم، لذلك هناك خطوط مشتركة كبيرة، رؤى مشتركة وخطوط حقيقة من حيث حجم المشاريع، من حيث عدد الشركات الموجودة في الأمارات، التي الشركات السعودية التي تستثمر بشكل مباشر في الأمارات، وأيضا الشركات الأماراتية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية. يعني بخلاف أنهم أكبر اقتصادان خليجيان، أيضا على مستوى العالم العربي يعني، ويكاد يكون على مستوى الشرق الأوسط، يعني لهم ثقلهم الاقتصادي الكبير. طيب، إضافة إلى ما ذكرته، يعني حجم التبادل عندما نتحدث عن أكثر من 80 مليار ريال سنويا، ماذا يشمل ذلك على صعيد البنية التحتية، على صعيد الخدمات اللوجستية، على صعيد الصناعات، على أصعدة عدة داخل الاقتصاد فرعيا؟ نعم، على كل المستويات. أنا تتبعت حقيقة السلع التي تصدر وتستورد من تصدر عن طريق المملكة وتستورد عن طريق الإمارات. نتكلم عن السلع بكل أنواعها، منتجات البتروكيماويات، اللدائن، المعادن الثمينة، نحن نتحدث هنا عن الذهب وغيرها، نتحدث أيضا بعض، وهناك حقيقة نوعا ما إعادة للتصدير. يعني فقط في العام 2021 زادت الصادرات الغير نفطية تقريبا ب 32%، وهذا رقم يعتبر كبير. وأنا أتوقع بأنه عندما نعود قليلا إلى العام 2016 عندما تم إنشاء المجلس التنسيق السعودي الإماراتي، نلاحظ من هذا تعتبر نقطة تحول كبيرة في حجم التجارة بين المملكة والأمارات، ومن يتتبعها يلاحظ بأن هناك زيادة في حجم التجارة البينية بينهما، على الرغم بأنها تميل لكفة المملكة من حيث ميزان المدفوعات، إلا أنها حقيقة تعتبر أرقام كبيرة. لا توجد حقيقة دولة خليجية أو دولة حتى عربية من حيث الحجم في هذه التجارة. يعني تخيل المملكة والأمارات التجارة بينهما تمثل تقريبا 45 يعني تقريبا 50% من حجم التجارة الدول العربية، في دليل واضح
على أن السوق المملكة والسوق الإماراتي هو سوق كبير واقتصادهم اقتصاد كبير يستوعب. أي دور كان للمجلس التنسيقي بين البلدين في عملية تطوير هذا التبادل الاقتصادي، عملية زيادة الاستثمارات في كل بلد؟ أنا أعتقد ربما الاستثمارات الآن التي في المملكة التي صاحبت رؤية المملكة 2030 كان حقيقة للجانب الأماراتي تواجد في مثل هذه المشاريع، هذا أعطى حقيقة أرقام جيدة من حيث زيادة المشاريع بين المملكة والأمارات، وأيضا هناك تطور كبير من ناحية الريلستيت أو العقارات أو النمو العقاري في الأمارات، شركات سعودية متواجدة هناك. أيضا المجالس التنسيقية هذه أو المجلس التنسيقي عندما نتحدث بأن من يرأس هذه المجالس هم ولي العهد في المملكة العربية السعودية والشيخ محمد بن زايد، يعني عندما يكون قائدان يرأسان المجلس التنسيقي هذا يعني بأن كل الصعوبات التي كانت تواجه القطاع الخاص في السابق الآن أصبحت طي الماضي. يعني لذلك أنا متأكد بأن المجلس التنسيقي كانت هناك بعض الصعوبات، إما كانت جمركية إما كانت صعوبات من حيث الخدمات اللوجستية، يعني بأيا كانت الآن تم تحييد هذه الصعوبات وأصبح حقيقة انسيابية التجارة بين الدولتين، ومن حيث دخول المستثمرين السعوديين إلى دولة الأمارات والعكس صحيح حقيقة أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري. يرافق ولي العهد في هذه الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، وبالتالي إذا تحدثنا وعدنا لموضوع أوبك بلس والتنسيق السعودي الإماراتي وأهميته في استقرار أسواق الطاقة عالميا وبالتالي خدمة اقتصادات دول العالم الأخرى. نعم هذا أمر مهم، والأمارات ويعني تقريبا تأتي في المرتبة الثالثة بعد المملكة وروسيا من حيث الإنتاج في منظمة أوبك بلس، وهذا يعني بأن الأمارات دولة لها ثقلها من حيث الإنتاج، يعني إذا تحدثنا تقريبا عن 33% حجم إنتاج منظمة أوبك نحن نتحدث بأن الأمارات تمثل نسبة معتبرة. لذلك حتى في الفترات السابقة أو في العام الماضي أتذكر عندما حصل اختلاف في وجهات النظر ما بين حقيقة الأمارات تريد زيادة الإنتاج والعودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل 2020 الظهر 2019، كان الجميع يظن بأن هذه نقطة تحول في منظمة أوبك وربما تخرج الأمارات من هذه المنظمة، ولكن حقيقة عدت هذه الأمور بكل سلاسة وبكل بساطة وكان هناك حلول مرضية، في دليل واضح أن التنسيق الحاصل بين داخل منظمة أوبك وأيضا التنسيق الحاصل بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والأمارات هو يسير على مستوى عالي. شكرا جزيلا لك أستاذ علي الحازمي الكاتب والباحث الاقتصادي، كنت معنا من جدة. إذن مشاهدينا، دولة الإمارات الأولى بين دول الخليج في التبادل التجاري مع المملكة، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية نموا متسارعا حتى في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على التجارة العالمية. أترككم مع المتابعة وألتقيكم على رأس الساعة لنواصل في هنا الرياض، لا تذهبوا بعيدا. أصدر مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية تقريراً بمناسبة الجولة الخليجية الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. نوه التقرير بضرورة التعاون الاقتصادي بين المملكة والإمارات لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن توقع التعافي الاقتصادي للبلدين. وشهدت العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية نمواً أثناء جائحة كورونا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين أكثر من 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تعد دولة الإمارات أكبر دولة من حيث التبادل التجاري مع المملكة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2020 تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 78 مليار ريال، حيث بلغت صادرات المملكة إلى الإمارات أكثر من 44 مليار ريال، بينما قدرت الواردات ب 34 مليار ريال، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها خلال عام 2021. الرؤى الاقتصادية الطموحة والمبادرات الحكومية بين البلدين تدعم تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية والابتكار وتخلق الفرص لقطاع الأعمال السعودي الإماراتي في ظل مقومات الازدهار والفرص الاستثمارية الواعدة. فاطمة غزواني، الإخبارية.